مركز طب الأسرة بقرية الأبعدية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة هو أول مركز يتم افتتاحه ضمن مشروعات القطاع الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. وفي لقاء خاص كشفت الدكتورة ريهام ذكري مدير الإدارة الطبية بدمنهور عن طبيعة الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لأهالي القرية. مركز صحة الأسرة بالأبعدية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة بيتقدم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عندنا في محافظة البحيرة في 173 مكان، في إدارة دمنهور الصحية في 34 مكان، 22 مكان تطوير شامل من ضمنهم مركز صحة الأسرة بالأبعدية بيقدم خدمات صحية للمواطنين، خدمات وقائية وعلاجية بالإضافة إلى تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية. عندنا 4 عيادات طب أسرة، عندنا 3 عيادات للأخصائي، عندنا خدمة الأشعة، عندنا كبار سن، عندنا مبادرات صحية مبادرة السيد رئيس الجمهورية للسمعيات ولصحة الأم والجنين وصحة الطفل وصحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى المبادرة الجديدة اللي هي اكتشاف الأورام السرطانية وعلاجها.